علاقتك بالسياسيين برشا سياسيين حبوك تجي معاهم وحبوك تنضم الأحزاب وحبوك تخدم لهم تونجي وهذاك بشامل معاك فقرة اسمها أنت أكثر سياسي مش نعطيك جمل وأنت تقول لي شكون السياسي اللي جي في بالك أنا نعرفك كلمتك حاضرة نعرفك ذامر ونعرفك جارية زيادة ما تحسبهاش ياسر به أنت أكثر سياسي يضحكني شكون أكثر سياسي يضحكك النقار أكثر سياسي يضحكني البحيري نور الدين البحيري كيفاش يضحكك ولا الفوز بتاع ضرب جوع شهر واش وعادي كلش نعمل عليها سكتش نعمل ثلاثة أيام جوع ثلاثة سوايع قلت له دخت سي قال لي مال البحيري عامل شرطة وضرب جوع أكثر سياسي يضحكك به أكثر سياسي يوترني ينرفزني ما الحراج حطتني فيه مازال سهل هذا مازلنا في أول حلقة أكثر سياسي يوترني زوز هم والله تقول ما بيناتنا هما زوز هما ثلاثة قول عبير ومخلوف عبير موسي وسيف الدين مخلوف به علاش ينرفزوك ينرفزوني تحس ما لا يحكوا حتى شيء على المواطن على المشاكل على البطالة على اللي صاير في تونس الكل وكذا وتجاني جهاز جاني جهاز كذا وتتحلل اكل تفرج عليها ذاك ثلاثة دقائق ولا حاجة ما تلقى حتى شيء تفيد تونس اولا ما حتى شيء ما يفيد لا يفيد المواطن لا يفيد الشعب لا يفيد حتى شيء هكاك يوتر لي اصلا تفرج عليه نبدل ما نحن يوترك ما تحبش تشوف بالرغم رغم بكري كنت نحبهم وكذا كذا لكن من بدي البرلمان حسيتها ما بعثولكش ما كلموكش مثلا كي عملت سكتش سميت فيه الائتلاف الجحشي لا حاجه هكا لا 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 تقول ما بيناتنا حسك الضحكة هذه تخبي علي في حاجات قاعد نقار اي الضحكات ولا يفهمون لا لا اما وقت صحيح صارت برشا اشكاليات وحبوا ينحوها وقتها المدير القناه هو فرنسا مش هنا قال له هبط على الانتين سي معنا عشان نجم نقص معناش نجم معناش نجم نقص كان قرار شو جاء منه انه كلموا رئاس الحكومه كلموه قالوا له شنو هذه به اكثر سياسي يقنعني كي نسمعه نقول هذا هو الغنوش يقنعك راجل غنوش يظل يحكي تسمع اي نسمع اي اي قابلته ريتو قابلت ايوه اي وين قابلته شنو قابلت ولا قابلته وقتها في الانتخابات البلدية وقت انت ترشحت اي ترشحت على قائمة التنفيذ اي اي خرق لات وتضريت تضريت منه كيفاش تضريت ضربوني التنفيذ غاديك تضربت عليك وقتها نصفي منها عامل فستين فيدي نصفي منها اي وقتها غاديك ما كل يكروا النهضه كما تعرف الجود ما هذيك حاسين نحات يدي هكا على الشباك تاع البلار هو ضرب يدي نصفي منها من لطف رسيت العمليه انفيكاسيون وسكت عملت جوج عمليه بجوج ملايين في الزيتين اوف وبعد تالي عملت ما نجحتش ولا ركبت عرق اصطناعي في صفاقس واحد ما سالش علي بالتليفون من وقتها كرهته